السلام عليكم. النهارده هناخد درس لاميزون. لاميزون اللي هو المنزل. هنتعرف على الاجزاء اللي موجوده عندنا في المنزل بتاعنا. عندنا اول حاجه لو سالون. لو سالون اللي هو الصالون. لا سال دو سيجور. لا سال دو سيجور اللي هي غرفه المعيشه. لا سال مونجي. لا سال مونجي اللي هي غرفه الاكل او السفره. لا شومبر كوشي. لا شومبر كوشي اللي هي غرفة النوم. وعندنا لا سال دو بان. لا سال دو بان اللي هي غرفة الاستحمام او الحمام الكبير. وعندنا لو تواليت. لو تواليت اللي هو الحمام الصغير. دلوقتي هنيجي نتعرف عن كل مكان ايه اللي ممكن نلاقي فيه. تقريبا عندنا لو سالون بلاقي فيه لو كانابي. لو كانابي اللي هي الكنبة. لو فوتاي. لو فوتاي اللي هي كرسي منجد اللي بيكون كرسي مع الكنبي. لا تابل. لا تابل ترابيزة. ممكن الاقي لا تابل باس. لا تابل باس اللي هي الترابيزة اللي بنحط عليها ديكور. ممكن الاقي فوقيها لافاز. لافاز اللي هي فازة. ممكن الاقي جوه الفازة لفلور. لفلور الورود او الزهور. والاقي لو تابي. لو تابي السجادة. لا موكيت. لا موكيت اللي هو الموكيت. ده بالنسبة لو سالون. في سال دو سيجور اللي هي غرفة المعيشة نفس المكونات اللي احنا قلناها قبل كده اللي هما لو كانابي. لو فوتي. لا تابل. لا تابل باس. لا فاز. لي فلور. لو تابي. لا موكيت. ممكن يزيد عن لو سالون بحاجتين وده حسب كل بيت. لا تلفزيون. لا تلفزيون اللي هو التلفزيون. والتليفون. تليفون اللي هو الهاتف الثابت. هنيجي لا سال امونجي. لا سال امونجي اللي هي غرفة الاكل بيكون فيها لا تابل جراند تابل ترابيزة كبيرة. ولي شايز كراسي. وممكن الاقي كمان طابي. الاقي موكات. اي حاجه كل حسب بيت. لا شومبر كوشي. لا شومبر كوشي اللي هي غرفه النوم بلاقي فيها لو لي. لو لي السرير. لوغيي. لوغيي مخده. لا كوفرتور. لا كوفرتور اللي هي الكوفرتا. لارموار. لارموار اللي هو الدولاب. لا كوموند. لا كوموند اللي هو الكومودينو. لا كوافيز. لا كوافيز اللي هي التسريحه. لو ماتلا. لو ماتلا اللي هي المرتبه. لو ريفي. لو ريفي اللي هو المنبه. منبه. ده تقريبا اللي موجود لا شومبر اكوشي. هنكمل. هنكمل لا كويزين. لا كويزين اللي هي المطبخ بيكون فيها لا كويزينيير. لا كويزينيير اللي هي البوتاجاز كله على بعضه. اللي فوق اللي هي العيون بنقول عليها غازينيير. لا غازينيير. والفرن اللي جوه بنقول عليه لو فور. لو فور. بعدين عندنا لو ريفريجيراتور. لو ريفريجيراتور اللي هي الثلاجه. لو كونجيلاتور. لو كونجيلاتور اللي هو الفريزر. لي بلاكار.
لي بلاكار اللي هي الخزائن اللي بتكون متعلقة في الحيطة، لو لاف فيسيل، لو لاف فيسيل اللي هي غسالة الأطباق، لو روبيني، لو روبيني اللي هي الحنفية، ليفيي، ليفيي اللي هو الحوض اللي بنغسل فيه المواعين، وعندنا لو بلون دو ترافاي، لو بلون دو ترافاي اللي هي الرخامة اللي بتكون على الخشب اللي بنشتغل فيها، وعندنا لا تابل دو كويزين، لا تابل دو كويزين اللي هي الترابيزة اللي بتكون جوه المطبخ. ده تقريبا اللي بيكون عندنا في لا كويزين. هنكمل بالنسبة لسال دو بان اللي هو قلنا عليه الحمام الكبير. طبعا أول حاجة بنلاقيها لا بينواغ، لا بينواغ اللي هو البانيو، لو غيدو دو دوش، لو غيدو دو دوش اللي هو ستارة الحمام، لا دوش، لا دوش اللي هو الدوش، لي تواليت، لي تواليت اللي هو تواليت، لو لافابو، لو لافابو اللي هو الحوض اللي بنغسل فيه وشنا، لا سيرفييت دو بان، لا سيرفييت دو بان فوطه اللي بتكون جوه الحمام، لو روبيني، لو روبيني حنفيه، لو بورت سافون، لو بورت سافون اللي هو الحامل بتاع الصابونة، طبعا الصابونة، لو سافون، لو سافون، لو دونتيفريس، لو دونتيفريس معجون السنان، لا بروس ادون، لا بروس ادون اللي هي فرشة الأسنان، لا بروس اشيفو، لا بروس اشيفو اللي هي فرشة الشعر. ده بالنسبة لساي دو بان. فاضل لنا لو تواليت. قلنا الفرق ما بين لا سال دو بان ولو تواليت هي البانيو، ان التواليت بيكون حمام صغير ما بيكونش فيه بانيو، دونك هو نفس الاشياء اللي بنلاقيها في لا سال دو بان هي نفسها في لو تواليت. وبكده نكون خلصنا درس النهاردة اللي هو كان عبارة عن مكونات المنزل اللي هي لا ميزون، وتعرفنا عليهم اللي هما لو سالون، لا سال دو سيجور، لا شامبر ا كوشي، لا سال ا مونجي، لا كويزين، لا سال دو بان، اي لو تواليت. كده كون خلصنا، واتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا. السلام عليكم.